ينضم إلينا من القاهرة سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة أبو قير للأسمدة. أهلا بك. بعد طرح حصة 10% الإضافية من أبو قير، ما هي تفاصيل هذه الصفقة وكيف ستكون أبرز ملامح خطة الشركة الاستثمارية في العام المالي الحالي؟ بالنسبة لتفاصيل هذه الصفقة، تعتبر أكبر صفقة تمت في البورصة المصرية، ودي طرح أسهم حوالي 10% من قيمة أسهم شركة أبو قير للأسمدة، ودي بتعادل تقريبا حوالي 2.2 مليار جنيه مصري. في حجم الصفقات المتداولة في البورصة تعتبر صفقة من الصفقات الكبرى. أما عن مشروعات الشركة بعد هذه الصفقة، الشركة لديها عدد من المشروعات. لنا مشروع لإيقاء في المنطقة الاقتصادية لتصنيع وإنتاج الميثانول بطاقة 1,000,000 طن سنويا من الميثانول و 400,000 طن سنويا من الأمونيا. هذا المشروع تكلفته الاستثمارية في حدود 1.6 مليار دولار. بدأنا بالفعل تأسيس الشركة واسمها الشركة العالمية للميثانول ومشتقاته بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس. هذا المشروع الأول. أما عن المشروع الثاني فهو مشروع لإنتاج الأسمدة الأزوتية. حاليا بدراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية، ومن المفترض لأن الدراسات بتاعته تنتهي بنهاية هذا الشهر إن شاء الله. في ضوء هذا هنكون عندنا قرار في إقامة المشروع الرابع لشركة أبو قير للأسمدة لإنتاج الأسمدة النيتروجينية. أما المشروع الثالث وهو توسعات في مصانع الشركة الحالي، مصنع أبو قير 3، هناك توسعات بزيادة حجم إنتاج الشركة ليزيد حوالي 30% من طاقته الحالية. وبذلك تصبح شركة أبو قير لها عدد من المشروعات والتوسعات في المستقبل القريب. علاوة على ذلك، لأن لدينا مشروع آخر لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد بطاقة 1,000,000 طن للأسمدة الفوسفاتية. هذا المشروع من المفترض يدخل حيز التنفيذ بنهاية شهر مايو القادم بإذن الله تعالى. طب من هم أبرز المستثمرين الجدد؟ لأي الدول والجنسيات ينتمون؟ لم يقلنا يختار من البورصة حتى تاريخه، لأن الصفقة دي تمت بالأمس، فما جالناش اختار من البورصة المصرية لحد دلوقتي من المستثمرين الجدد. طب بالنسبة للسهم، بس نود الإشارة بأنه منذ بداية تداولات اليوم هو يرتفع بنسبة عالية، حتى الآن تقريبا 20% نسبة الارتفاع، وهي النسبة القصوى في السوق، وهو ليس عادة من الأسهم النشطة، فاليوم هناك ارتفاع ملحوظ عليه. قطاع الأسمدة من القطاعات التي تحظى بإقبال من المستثمرين الأجانب في مصر اليوم، كيف ستؤثر الزيادة الأخيرة في الأسعار، في أسعار الأسمدة المدعمة في مصر، على قوائمكم المالية؟ قطاع الأسمدة من القطاعات الواعدة في مجال الصناعة، وبالذات في هذه الفترة الواعدة، ورغم ارتفاع الأسعار للغاز الطبيعي داخل جمهورية مصر العربية، إلا أنها ما زالت المشروعات الأسمدة من المشروعات المربحة، حيث أن الأسعار في السوق المحلي ارتفعت بنسبة حوالي 50%، وإحنا بننزل للسوق المحلي تقريبا حوالي 50% من الإنتاج، حوالي 50% الأخرى بنصدرها. الأسعار العالمية تضاعفت أكثر من 3 مرات عن العام السابق، رغم هناك لأن هناك بالفعل أزمة طاقة، وهناك عوامل تضخم قد تكون أثرت على بعض مصانع الأسمدة في العالم أجمع، لأن في الوضع هنا في مصر يختلف تماما، لأن الغاز الطبيعي بالفعل أصبح لحد الآن، رغم الزيادة اللي تمت حوالي 28% من السعر الاصلي اللي كنا بناخد بيه، لكن ما زال بالفعل هذا السعر يعتبر مقبول لدى البروديوسر او المنتجين المصريين. وبالنسبه للاسعار في السوق المحلي، لانها زيد حوالي 50% من قيمتها، ده شيء كويس جدا. اعتقد ان هذا تاثير ايجابي جدا هذا العام، يمكن يفوق بتوقعات كتير عن الخطط اللي كانت موضوعه. ان شاء الله يكون بالفعل عام مبشر بنتيجة لارتفاع الأسعار المحلية والعالمية. سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك.